مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. درس اليوم إن شاء الله بعنوان الهمزة المتوسطة، وسندرس فيه إن شاء الله الحالات الخاصة للهمزة المتوسطة. هيا بنا أعزائي الطلاب لنبدأ في درس اليوم. أولا التمهيد. انظر معي إلى هذه الصور. انظر معي إلى هذه الصور. هذه الصورة الأولى والتي تعبر عن الكسرة، وهي أقوى الحركات، وكأنها هذا الرجل القوي. والصورة الثانية والتي هي الضمة، وكأنها تعبر عن هذا الرجل وقوته، فهذا الرجل أقل قوة من هذا الرجل. أما الفتحة فهي أقل قوة من الضمة، والذي قوته أقل من قوة هذا الرجل الذي يعبر عن الضمة. أما السكون وهو أضعف الحركات فرمزنا له بهذه الصورة. إذن أقوى الحركات عندنا في اللغة العربية هي الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون وهو أضعف الحركات كما هو واضح في هذه الصور. عندما أسأل سؤال أقول الأقوى الفتحة أم الضمة؟ تكون الضمة أقوى. عندما نسأل سؤالا الأقوى الكسرة أم الفتحة؟ نعم الكسرة أقوى، وهكذا. أما عن أهداف الدرس، الهدف الأول أن يتعرف الطالب مواضع كتابة الهمزة المتوسطة في حالاتها المختلفة. الهدف الثاني أن يبين الطالب سبب كتابة الهمزة المتوسطة على صورتها التي كتبت عليها. الهدف الثالث أن يتعرف الطالب الحالات الخاصة للهمزة المتوسطة. هيا بنا لنبدأ في دراسة الهدف الأول، أن يتعرف الطالب مواضع كتابة الهمزة المتوسطة في حالاتها المختلفة. دعونا نبدأ درسنا بهذه القاعدة. القاعدة تقول تكتب الهمزة المتوسطة حسب الحركة الأقوى من بين حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، وذلك كالآتي: إذا كانت أقوى الحركتين هي الكسرة، تكتب الهمزة على نبرة مثل عائد، فئة، بئس. إذا نظرنا إلى حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها، نجد أنه عندنا هنا كسرة وهنا سكون، والأقوى الكسرة، فتكتب الهمزة على الشكل الذي يناسب الحركة الأقوى. إذا كانت أقوى الحركتين هي الضمة، تكتب الهمزة على واو مثل مؤمن، مؤونة، لؤ. إذا كانت أقوى الحركتين هي الفتحة، تكتب الهمزة على ألف مثل ينأى، مأتم، رأى. تعالوا بنا لنفصل هذا الكلام من خلال هذه الأمثلة. جئت في هذا التدريب بمجموعة من الكلمات وتركت الهمزة ولم أكتبها على أي شكل من أشكالها. لم تكتب الهمزة هنا لا على ألف ولم تكتب على الواو أو الياء، ولكنني تركتها فارغة لنكتبها مرة أخرى. كلمة عائد. عائد، حركة الهمزة هي الكسرة، والحرف السابق له هو الألف وهو حرف ساكن. إذن لدينا الكسرة والسكون، أيهما أقوى، الكسرة أم السكون؟ تعالوا بنا لنعود إلى الصورة الأولى. الكسرة والسكون أيهما أقوى؟ الكسرة، أحسنتم، الكسرة هي الأقوى، ولذلك تكتب الهمزة على نبرة بهذا الشكل كما في كلمة عائد. الكلمة الثانية كلمة فئة. عندنا حركتين، الهمزة مفتوحة والحرف السابق لها مكسور، أيهما أقوى، الكسرة أم الفتحة؟ نعم الكسرة أقوى، ولذلك تكتب بهذا الشكل. كلمة بئس، الهمزة ساكنة والحرف السابق لها مكسور، الأقوى السكون أم الكسرة؟
الكسرة أقوى ولذلك أيضا تكتب على نبرة كما في هذا المثال. بئس. كلمة مؤمن الهمزة ساكنة والحرف السابق لها مضموم، الأقوى السكون أم الضمة؟ بالطبع الضمة أقوى من السكون، والحرف الذي أو الشكل الذي يناسب الضمة هو الهمزة على الواو، لذلك تكتب بهذا الشكل. كلمة التالية كلمة مؤونة، مؤونة الهمزة مضمومة والحرف السابق لها مفتوح، أيهما أقوى الفتحة أم الضمة؟ الأقوى هي حركة الضمة ولذلك تكتب الهمزة على واو. الكلمة الأخيرة كلمة مأتم، مأتم عندنا السكون وعندنا الفتحة، أيهما أقوى السكون أم الفتحة؟ نعم الأقوى هو حركة الفتحة ولذلك تكتب الهمزة هنا، إذا كانت الفتحة أقوى تكتب على الألف. تعالوا بنا لنجيب عن هذا التدريب. يقول هات مضارع الأفعال الآتية واكتبه كتابة صحيحة. أتى المضارع منه يأتي، كيف نكتب يأتي؟ كيف تكتب الهمزة في كلمة يأتي؟ يأتي الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح ولذلك تكتب بهذا الشكل، تكتب بهذا الشكل، الهمزة ساكنة والياء مفتوحة ولذلك الفتحة أقوى من السكون فتكتب الهمزة على ألف. يؤدي أدى المضارع منها يؤدي يؤى، الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم ولذلك تكتب الهمزة على واو لأن الضمة هي الأقوى. يطمئن الهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح ولذلك تكتب الهمزة على نبرة لأن الكسرة أقوى. يسأم الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن، إذن الفتحة أقوى ولذلك تكتب الهمزة على ألف. السؤال الثاني يقول حول الأسماء المفردة الآتية إلى صيغة الجمع واكتبها كتابة صحيحة. كلمة شريعة، شأ، مسألة، نداء. هيا بنا لنأتي بالجمع من هذه الكلمات. شريعة جمعها شرائع، كيف نكتب كلمة شرائع؟ الهمزة مكسورة وقبلها ألف ساكنة، إذن الكسرة أقوى فتكتب الهمزة على نبرة. شأن جمعها شؤون، الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم، إذن تكتب على الواو. تساوت الحركات هنا، مضمومة ما قبلها مضموم، أصبح هنا تساوي فتكتب الهمزة على واو. كلمة مسائل جمع كلمة مسألة، هكذا تكتب على نبرة لأنها مكسورة وما قبلها ساكن. نداءات كتبت الهمزة هنا على السطر لأنها سبقت بألف ساكنة، وسنتعرف هذا في الحالات الخاصة. الهدف الثاني أن يبين الطالب سبب كتابة الهمزة المتوسطة على صورتها التي كتبت عليها. السؤال الثالث يقول بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الصورة التي كتبت عليها فيما يأتي. منح الإعلام القطري المرأة منزلة مرموقة. كلمة المرأة، لماذا كتبت الهمزة هنا على الألف؟ عند إجابتك على هذا السؤال ستذكر أمرين، حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها. فنقول لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن، أو نقول لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن. كلمة ثانية كلمة سئلت، لابد أن تشكل الكلمة أي تضع عليها الحركات سئلت، الهمزة مكسورة وما قبلها مضموم، فنقول هنا عند كتابة الإجابة مكسورة وما قبلها مضموم. كلمة التالية يتصف العرب بالكرم والمروءة. كلمة المروءة، المروءة نقول لأنها مفتوحة وقبلها واو ساكنة أو قبلها حرف واو مد، هذه أيضا إجابة صحيحة. المثال التالي أحب قراءة تاريخ العرب وأمجاده. كلمة قراءة، لماذا كتبت على هذا على هذه الصورة؟ نقول لأنها مفتوحة وقبلها ألف مد، أو نقول ألف ساكنة، يعني نستطيع أن نقول هنا قبلها حرف واو مد أو نقول قبلها حرف واو ساكن، وهنا نقول أيضا لأنها مفتوحة وقبلها ألف ساكن أو نقول ألف مد. كلمة بيئة، لماذا كتبت على نبرة؟ لأنها مفتوحة
وقبلها ياء مد، أو نقول لأنها مفتوحة وقبلها ياء ساكنة. تعالوا بنا لنجيب عن هذا النشاط الإلكتروني. في هذا النشاط سنختار السؤال هنا، هذا هو السؤال، وسنختار الإجابة الصحيحة من هذه الأسئلة. يقول: سبب كتابة الهمزة متوسطة على السطر في كلمة مبدوءة. يبقى لابد أن نحدد حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها. لماذا مبدوءة؟ لأن الهمزة مفتوحة وقبلها واو ساكنة. أين هذه الإجابة؟ الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم، الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن مد. هذه الإجابة الصحيحة. السؤال التالي: سبب كتابة الهمزة المتوسطة على نبرة في كلمة رائدة. رائي، نقول لأن الهمزة مكسورة وقبلها ألف ساكنة. الهمزة مكسورة، إذن هذه الإجابة، وما قبلها ساكن. سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ألف في كلمة بأس، لأن الهمزة ساكنة وقبلها وما قبلها مفتوح. الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح. سنتم رائع طلابي الأعزاء. السؤال الأخير: سبب كتابة الهمزة المتوسطة على واو في كلمة مؤذن. مؤذن، هيا أجيبوا، مفتوحة وما قبلها. سنتم بارك الله فيكم. نعود الآن إلى درسنا أعزائي الطلاب، هيا بنا لنكمل الهدف الثالث، والذي يقول أن يتعرف الطالب الحالات الخاصة للهمزة المتوسطة. هل للهمزة المتوسطة حالات خاصة لا ينطبق عليها القاعدة التي ذكرناها في البداية، وهي قاعدة أقوى الحركات؟ نعم، هناك حالات خاصة لا تنطبق عليها القاعدة الأولى. تعالوا بنا لنقرأ هذه الأمثلة. الكفاءة في العمل ترفع قدر الإنسان في الدنيا والآخرة. التبرع بالكتب المقروءة للمكتبات العامة تصرف حضاري. قصص التراث الشعبي مليئة بالحكم والمواعظ المفيدة. العظماء هم من يضيئون حياة الآخرين بالعطاء والإخلاص. تعالوا بنا لنرى الكلمة الأولى، كلمة الكفاءة. الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة. الكلمة الثانية هي كلمة المقروءة، الهمزة مفتوحة وقبلها واو ساكنة، واو مد، وهنا الألف ألف مد. كلمة مليئة، الهمزة مفتوحة وقبلها ياء مد. يضيئون، الهمزة مضمومة وقبلها ياء مد. إذن الحالات الخاصة هنا أعزائي الطلاب، إذا سبقت الهمزة المفتوحة أو المضمومة بحرف من حروف المد الثلاثة، ألف أو ياء أو واو أو ياء، إذا سبقت بحرف من حروف المد الثلاثة، ألف أو واو أو ياء، سواء كان في حالة المد أو في حالة اللين، أتعرف عندها أن هذه من الحالات الخاصة. تعالوا بنا لنستخلص القاعدة من هذه الكلمات. الحالات الخاصة لكتابة الهمزة المتوسطة: إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب على السطر، مثل كلمة عباءة قراءة. الأمر الثاني: إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة أو مضمومة، كما في هذا المثال مفتوحة وفي هذا المثال مضمومة، يسوءه الهمزة مضمومة، بعد واو ساكنة، الواو التي قبلها ساكنة، تكتب أيضا على السطر. الأمر الثالث: إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة أو مضمومة، كما في هذا المثال هيئة بيئة، أضيئوا مضمومة، مسيئون مضمومة، الهمزة هنا مفتوحة أو مضمومة، بعد ياء ساكنة تكتب على نبرة. هيا بنا لنجيب عن هذا التدريب. بين سبب كتابة الكلمات الآتية على صورتها خلافا للقاعدة. لماذا كتبت الهمزة في هذه الكلمات على هذه الصورة خلافا للقاعدة الأصلية؟ كلمة مملوءة، لماذا؟
نقول لأنها مفتوحة وقبلها واو ساكنة. مضيئة، لأن الهمزة مفتوحة، مضيئة، الهمزة هنا مفتوحة وقبلها ياء ساكنة. براءة، لأن الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنختم درسنا بهذه اللعبة. هذا الجندي عامل الإطفاء يريد منا المساعدة في إطفاء هذا الحريق، وسوف نساعده بالإجابة على الأسئلة التالية. الكتابة الصحيحة لكلمة مسائل: الهمزة مكسورة وقبلها ألف ساكنة، إذن كيف تكتب؟ الكتابة الصحيحة نعم، هذه الإجابة، أحسنتم. السؤال التالي: هنا العامل استطاع أن يطفئ هذين الدورين. الكتابة الصحيحة لكلمة مؤونة هو مؤونة، الهمزة على واو أم الهمزة على نبرة أم الهمزة على ألف أم الهمزة على السطر؟ مأو، الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح، إذن تكتب على هذه الصورة، أحسنت. الكتابة الصحيحة لكلمة لؤ: أوقف الفيديو واختر الإجابة الصحيحة بنفسك. لؤ، الهمزة مضمومة، الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم، إذن تكتب على واو، أحسنتم. مؤمن، تكتب على، الهمزة تكتب على، الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم، إذا تكتب على واو، أحسنتم، رائع. كلمة يسأل: الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن، إذا تكتب على أي شكل؟ همزة على واو أم همزة على ألف أم همزة على نبرة أم همزة على السطر؟ نعم، تكتب همزة على ألف لأن الفتحة هي الأقوى. كلمة فئة: فئة كيف تكتب؟ الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور، إذا تكتب على نبرة. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.